عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا، في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريحات سيف الدين مخلوف رئيس حزب ائتلاف الكرامة ضد هشام المشيشي بعد الفضيحة الكبرى والاعتداء الساحق والساخر والشنيع جدا اللي صار في السجومي على طفل عمره 15 سنة. ديجا الوالدة متاعو خرجت وقالت العمر متاعو، واللي هما قاعدين يعريو فيهم من بعد طلع بلاغ في وزارة الداخلية، قال لك لا راهو على روحه على الحاكم، لا ماهوش صحيح. الفيديو موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونخلي لكم الفوتو هوني تبين لكم اللي هما اللي نحاولوا دبشوا. المفيد هوني برشا استنكروا الفعل الشنيعة هذه، برشا داروا على هشام المشيشي، معناتها الحكومة نتاعو ماهوش ناقصة أو كملت. يحبوا يدخلوا على الشعب بالردع بالضرب بالترهيب بالتخويف باش يسكتوه ويمشيوا كيما يحبوا هما. اليوم سيف الدين مخلوف يساند يمين الزغلامي ويطالب بسحب الثقة من هشام المشيشي، يقول له انت هوني المسؤول الكبير على وزارة الداخلية، وانت المسؤول على الأشخاص هذوما اللي عنفوا الشاب واللي قاموا بعملة شنيعة جدا، ولازم نسحبوا منك الثقة لانه كل يوم تثبت لنا اللي انت تغرق اكثر واكثر من انه المنظومة متاعك وليت مستبدة. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقول لكم باي باي.